السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة التعليم المتطور. والنهاردة هنكمل الجزء الثاني من حركة الأشياء في اكتشف كي جي ون. هنتكلم عن الأسطح المائلة. كنا خدنا في أول جزء الحركة اللي هي الانزلاقية والتدحرج، الانزلاق والتدحرج والفرق ما بينهم، خلاص، وازاي الجسم بيتدحرج وازاي بينزلق على حسب الشكل الهندسي، لو كان دايرة او ليه سطح مستوي. يلا تعالوا نشوف الاسطح المائلة هنفهمها ازاي وهنعمل بيها ايه. تعالوا نشوف الكرسي ده وهو واقف كده. اولا الكرسي ده كائن غير حي، وعشان الكائن يبقى غير حي يتحرك محتاج ان احنا نديه قوة تحركه، اتفقنا على كده، لان الكائنات الغير حية ما تقدرش تتحرك. فاحنا عندنا حركتين عشان نديله الحركة، يا اما نزقه لقدام، بنعمل ايه؟ نزقه لقدام، والحركة دي اسمها ايه؟ اسمها الدفع، اسمها الدفع. لما تبعد حاجة عنك كده بتزقها لقدام اسمها دفع، او تشدها عليك اسمها ايه؟ اسمها سحب، اسمها سحب. يبقى الكائنات الغير حية ما تقدرش تتحرك لوحدها، احنا بنحركها يا اما بالدفع يا اما بالسحب. يلا دلوقتي نقوم نجيب كرسي ونقدر نمثل الحركتين دول، حركة الدفع، ونقول دفع وسحب، خلاص. طيب شايفين العربية دي؟ العربية دي المفروض احنا بنمسك الايد بتاعتها دي ونشدها علينا لما نبقى عايزين ايه؟ نحطها او نشدها، نشد حاجة نوديها من مكان لمكان او نبعدها لورا. يبقى انت بتعمل لها يا اما دفع يا اما سحب. الاول كده تعالوا نراجع اللي هو الجزء الاولاني اللي احنا اتكلمنا في الحركة. قلنا ده متكونة من ايه المواد بتاعتها؟ احنا قلنا المواد المصنعة، ها، في الايد بتبقى معدن، والصندوق بيبقى مثلا من الخشب او البلاستيك، و العجل برضو بيبقى من البلاستيك، والجسم العام بتاع العربية ده بيبقى معدن. فزي ما اتفقنا ان اي شيء مصنوع بواسطة الانسان بيبقى متصنع باكتر من مادة. طيب يبقى احنا قلنا متصنع من الخشب والمعدن والبلاستيك. هحكي لكم حكاية بتقول لكم ازاي العربية دي بتدفع لقدام بالدفع او بالسحب. اسمها الحكاية النقل بالدفع والجر، اللي هو الدفع والسحب. والقصة دي موجودة في بنك المعرفة زي ما اتفقنا. انا بجيب لكم الحاجات اللي هي مربوطة بالموضوع اللي احنا بنحكي فيه. في الحكاية دي في عربية زي اللي احنا شفناها قبل كده، بس اللي بيشدها الحمار مش بالايد. يعني هو الوقت المفروض زي عربية اللي هي الكارو بتربط فيها الحصان وبتبدأ تمشي. طيب وقصتنا كمان فيها شوية طيور وحيوانات، خلاص. بتبدأ بتقول ايه؟ ان كان صاحب المزرعة جمع المنتجات بتاعته اللي هينزل يوديها في السوق، والحيوانات والطيور بتساعده اللي هو المزرعة بتاعته علشان يروح يبيع المنتجات، لبن وبيض وخضار وجبن هيوديها السوق عشان يبيعها. كل واحد شد المنتجات اللي هو هيطلعها في العربية عشان تتحمل. هو الراجل اللي هو الفلاح جايب العربية بتاعته، وبدأوا الحيوانات والطيور يجمعوا المنتجات اللي هينزلوا يبيعوها في السوق. حطوا كل الحاجة في العربية، خلاص، ما هم مش هيقدروا يشيلوها، فجابوا حاجة تساعدهم علشان تنقل العربية اللي تنقل المنتجات وتمشي بسرعة. بس الحمار الصغير دون ماشي مع مامته مستغرب هو هيشد دي ازاي، هو شايف ان هي مليانة حاجات كتير. فقال لها انا هشيل دي ازاي؟ قالت له دي عربية متصنعة من الخشب وعجلها موجودة، هو في عجل ايه؟ الشطار. قلنا عجل دائري علشان يحصل له ايه؟ يتدحرج. فلما يتدحرج يبقى سهل ان هو يمشي على الارض.
مامة الحمار قالت له انا ما تقلقش ان العربية هتمشي بسهولة ومش هنتعب في شدها. بدأ الناس بدأ الفلاح يحرك العربية، فالعربية احنا قلنا دي كائن غير حي لا يمكن انه يتحرك لوحده، فزي ما انتوا شايفين الطيور والحيوانات بدأت تشد حبل علشان تحرك العربية من مكانها. يبقى هي محتاجة اول ما تبدأ تشتغل قوة علشان تحركها من مكانها لانها كائن غير حي. بدأت العربية لما اتحركت ايه اللي حصل؟ بدأت العجلات تلف. الحمار الصغير حاسس ان هي تقيلة. شايفين انتوا الحيوانات اللي بره دي اللي ورا دي بتعمل ايه؟ ها بتعمل دفع ولا بتعمل سحب؟ الحيوانات اللي ورا بتزق اللي قدام يبقى بتعمل دفع، بتعمل ايه؟ دفع. والحمار الكبير والصغير بيزقه يبقى بيعمل ايه؟ سحب، بيسحبوا العربية وبيسحبوا البضايع وبيسحبوا كل حاجة عليها. فهنا الحركتين اهو، لما يبقى انت قدامه بتزق حاجة عليك خلاص يبقى ايه؟ سحب، ولما تبعدها عنك يبقى الدفع. فالحمار بيقول احنا محتاجين قوة جامدة علشان يبدأ نتحرك، زي ما احنا قلنا من السكون نبدأ نحرك الجسم. بعد كده العربية اول ما بدأ العجل يمشي خلاص بدأت تجري بسرعة. خلاص ليه بقى؟ علشان بقى فيه ميل. يعني ايه ميل؟ منحدر. في منحدر يعني ايه منحدر؟ يعني في زاوية. هنفهم بعد كده موضوع الزاوية ده ايه. رجع تاني المنحدر يعلى، يعني هو الاول كان نازل من فوق لتحت، فلما هو نازل من فوق لتحت كان سريع، لكن لما بدأ ينزل يطلع لفوق في حصل ميل تاني، بس الميل لفوق. فالحصان والعربية مش قادر، الحمار وابنه الصغير يزقوها عشان تطلع لفوق، فبدأت سرعة العربية تقل. يبقى لما كان في منحدر ونازلين او كانت في ميل ونازلين كانت سريعة، ولما حصل ان في ميل تاني وانت طالع بقت بطيئة. خلاص وصلوا السوق وباعوا حاجتهم وخلص اليوم، والحيوانات اتلمت في العربية تاني، والحمارين زعلانين لان هما اللي بيزقوا. هيبدأوا يعملوا ايه؟ سحب ولا دفع؟ برافو عليكم، هيسحبوا. ودي كانت القصة اللي فيها سحب ودفع. تعالوا نشوف هنا، انت لما بتضرب الكورة برجلك يبقى انت بتدفعها ولا بتسحبها؟ نفكر الاول، هي الكرة بتطلع لقدام ولا بتيجي علينا؟ لا ده الكرة بتطلع بعيد عنك يبقى بتدفعها، يبقى حركة دفع. العربية وانت بتشدها وماشي بيها لقدام، العربية بتاعت المزارع خلاص بيمشي بيها ايه؟ بيرفعها ويبدأ يزقها لقدام، بيبقى ايه؟ دفع ولا سحب؟ برافو عليكم، بدم زقها لقدام بقى دفع. اما لو يجيبها وبيرجع لورا يبقى هو بيسحبها عليه. ودي كلها قلنا كائنات غير حية بتحتاج قوة علشان نحركها. طب البنت دي عايزة تفتح الباب فبتزقه عليها، بتزقه عليها يبقى بتعمل ايه؟ بتسحبه عليها يبقى سحب. لو بتفتحه لبرا يبقى دفع. خلاص عندنا بقى امثلة تانية زي المرجيحة. ها وانت بتفتح الغطا بتعمل ايه؟ ها وانت بتشد حبل الأباجورة علشان تفتحها، وانت بتفتح السوستة وانت بتقفلها، فين السحب وفين الدفع؟ دي امثلة عايزاكم تبدأوا انتوا تحلوها مع نفسكم وتفكروا، احنا بندخلها بندفعها بنطلع القوة ناحيتنا ولا بنبعدها عننا؟ لو طلعناها ناحيتنا بقت سحب، ولو بعدناها عننا بقت الدفع. تعالوا بقى نشوف الأسطح المايلة اللي حصل فين؟ في الحدوتة، لما الحمار وأمه
جه ينزل من السطح المايل او المنحدر، العربية مشيت بسرعة. يعني ايه اسطح مايلة؟ زي ما انتوا شايفين اهو. كان فيه هنا ايه؟ عندنا صورتين. الاولانية المفروض ان الناس بتشد دي زيها زي الحمار ومعاه العربية بتاعته، كان بيزق الايه وهو طالع بيزق العربية عشان يطلع لفوق، فكان محتاج قوة كبيرة علشان يطلع لفوق، محتاجة جهد، محتاجة جهد. يعني ايه سطح مايل؟ يعني في جزء مرتفع عن جزء عامل زاوية. عامل ايه؟ زاوية. هنفهم يعني ايه بعد كده الزاوية. فاحنا الوقتي بنشد حاجة على سطح مايل لفوق بتحتاج جهد وبتبقى سرعتها بطيئة. طيب لما نيجي نرمي حاجة على سطح مايل فهي بتنزل بسرعة، بسرعة سريعة، بسرعة سريعة. أمثلة الحاجة زي كده عندنا مين؟ شايفين المسمار ده موجود في كل البيوت، خلي ماما تجيبهولك وتشوف ان هو عبارة عن سطح مايل اسمه حلزوني او مايل. ليه يا ولاد المايل ده؟ علشان خاطر يقدر يدخل جوه الحيطة بسهولة او يدخل جوه الخشب بسهولة. عن طريق ايه؟ في مفك بتحطه هنا في راس المسمار هنا، وبتبدأ تلف دوران عن طريق قوة. بيبدأ الدوران ده بالسطح المايل بيساعدك على ان المسمار يدخل جوه الخشب او يدخل جوه السطح اللي انت عايز تحطه فيه. خلاص، الاسطح المايلة ليها وظائف كتير ومهمة كتير. خلاص، بس عايزين نعرف هنا بالنسبة للحركة، راجل اهو عايزين نعرف هو هنا بيعمل دفع ولا سحب. لو الدفع على الاسطح المايلة لفوق بعيد عنه بيبقى ايه؟ بيبقى تقيل وصعب، الجسم بيبقى وزنه تقيل عليه وهو بيزقه عشان يطلعه فوق. ليه؟ اصل شايفين المسافة قد ايه؟ المسافة كبيرة قوي عشان يطلعه، في حين ان هو لو كان طلعه على طول في خط مستقيم اهو كانت المسافة بقت صغيرة. لكن هو عشان يطلعه في سطح مايل لفوق يا ده بيتعب قوي وبيزق بطاقة جامدة وقوة جامدة عشان يعمل له دفع، عشان يعمل له دفع. وانت بقى نازل من على الزحليقة بتطلع على السلم سريع لان مسافة صغيرة، وتيجي تقعد هنا بتنزل بسرعة ولا بطيء؟ ها؟ لا ده انت بتنزل سريع جدا، صح؟ كمان الراجل ده طالع على الايه؟ على السطح المايل، طالع على السطح المايل بقوة بسيطة ولا كبيرة؟ عايز قوة صغيرة ولا كبيرة عشان يطلع على السطح ده؟ لا ده محتاج قوة كبيرة زيه زي الراجل ده وهو بيزق الصندوق. لكن لو هو نازل هيحصل ايه؟ هيبقى عامل زي ما انت بتنزل من على الزحليقة بالظبط، بتبقى نازل سريع. يبقى لما في الاسطح المايلة وانت طالع بتدفع بيبقى القوة، عايز قوة كبيرة والسرعة بتبقى قليلة قوي، لكن وانت نازل بتبقى السرعة سريعة خلاص كبيرة وما بتحتاجش قوة كتير في الاسطح المايلة. يبقى احنا هنستفيد بالاسطح المايلة دي في ايه؟ هنيجي نشوف. عايزين نعمل التجربة دي عندنا في البيت، اللي هو ايه؟ هنجيب شوية كتب ونجيب كورة كده. احنا قلنا في اول الفصل بتاع الحركة ان احنا عندنا اشكال اللي هي بتبقى دائرية او سطح مستوي، والدائري بيبقى فيه الحركة بانزلاق ولا تدحرج. الدائري بيحصل له انزلاق ولا تدحرج؟ قلنا تدحرج. لكن اللي سطحه مستوي بيحصل له انزلاق. فشايفين هنا الكورة بتنزل بسرعة، انت اديت لها قوة بسيطة جدا بتتحرك على طول وتنزل من على السطح المايل لوحدها. خلاص، طيب احنا لما نقلل عدد الكتب ايه اللي هيحصل؟ هتبقى السرعة بتاعت الكورة ابطأ، السرعة بتاعت الكورة ابطأ. يعني ايه في الموضوع ده؟ يعني ما زاد الارتفاع ده كل ما كانت نزول الكورة اسرع. منين؟ من السطح المايل. تعالوا نعمل تجربة جميلة قوي هنعملها كلنا في البيت. هنجيب شوية كتب نحطهم فوق بعض خلاص، ونجيب قلم رصاص او قلم جاف ونبدأ نشوف هنعمل معاه. احنا هنجيب هنا خشبة او بلاستيك او كتاب تاني ونعمل سطح مايل. خلي ماما تساعدك في الموضوع ده. يعني هنجيب شوية كتب نحطهم فوق بعض
وكتاب تاني نعمله سطح مايل، ويبقى معاك قلم رصاص. هتجيب القلم الرصاص وتحطه على السطح المايل كده، خلاص، وبعدين تديله قوة بسيطة، هتلاقيه نزل ومشي. حصل له ايه؟ حصل له تدحرج، خلاص، اتدحرج بسرعة وقعد مشى كتير بقوة دفع بسيطة، بقوة دفع بسيطة. يبقى السطح المايل بقوة صغيرة جدا عمل سرعة سريعة ودحرجة سريعة للقلم. ليه؟ لأن القلم فيه جزء منحني. طب لو جبنا بلية، البلية وحطناها على بداية السطح زي ما قلنا اللي هو السطح المنحني ونزلناها، هنلاقيها بتجري بعيد أكتر من القلم. نجرب الحاجة دي في البيت وتخلي ماما تساعدنا علشان نشوف المسافة اللي بعدت بيها البلية عن القلم. البلية هتجري بسرعة ليه؟ لان هي كلها منحنيات، وهي عبارة عن ايه؟ منحنى مغلق، لان احنا هنشوفها هي عبارة، احنا قلنا ان في اول حاجة خالص ان الكورة عبارة عن منحنيات والدايرة عبارة عن منحنيات، صح؟ طيب هنجيب حاجة تانية اللي هي مثلا زي مكعب او مكعبات من عندك، وحطها برضو علشان نعمل التجربة ونشوف هي هيحصل لها تدحرج ولا انزلاق. هيحصل لها ايه؟ مادام فيها سطح مستوي يبقى هيحصل انزلاق. طيب انا هديها قوة دفع ولا سحب؟ لا، انا هديها قوة دفع بسيطة صغننة كده، واول ما تنزل هتلاقيها بتتحرك مسافة بس مش كبيرة زي ما الكورة والقلم اتحركوا. اخر حاجة هنجيب الكليبس بتاع الورق ده. ده وزنه اصلا قليل ولا كتير؟ وزنه بسيط جدا. يبقى لما نيجي نحطه ونزقه بقوة بسيطة، تخيلوا كده، هو عشان وزنه بسيط هيمشي كتير ولا هيمشي قليل؟ ده هو ضعيف، فمشيته هتبقى ضعيفة زيه. يعني لما نديله قوة عشان ينزلق هيروح فين؟ حتة مسافة صغيرة. شايفين المسافة هنا قد ايه؟ المسافة هنا قد ايه؟ والمسافة هنا بدأت تزيد. عايزين نعمل تجارب للاربع حاجات دول ونقلل الايه؟ كمية الكتب اللي احنا حاطينها عشان نعرف الارتفاع ده عمل ايه وادالنا مسافات قد ايه. يعني ايه الموضوع ده؟ هقول لكم. هنا في الكتاب جايب بيقول لك انا عايز احسب المسافة اللي مشاها كل جزء من الاجزاء دي، وعطلنا يا اما نحط كتاب او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة، وبعد ما هنحطهم فوق بعض هنعمل سطح مايل، خلاص. هنحسب بقى بالكتاب الواحد الحاجات دي اتدحرجت لمسافة قد ايه، بالمسطرة كده هنحطها ونحسب كم سنتي، ولما بالسطح زاد بعمل كم سنتي. هنعملها ونحطها في جدول، ويبقى احنا كده بنعمل تجارب فيزياء جميلة قوي، هتفهمنا يعني ايه السطح المايل على حسب الشكل الهندسي ممكن الجسم يتحرك. دي بتفيدنا بعد كده في ايه؟ لما نكبر شوية هنبدأ نفهم ازاي العربيات بتتحرك، وازاي الطرق بتتعمل علشان تبقى سهلة للعربيات دي. هنعرف حاجات كتير جدا على الاسطح المايلة دي، هنعرف ازاي بنصنع حاجات على اساس الاسطح المايلة دي، خلاص. يبقى احنا كده خدنا النهاردة في او عامة في فصل اللي هو الحركة، عرفنا الفرق ما بين حركة الانزلاق وحركة التدحرج، وبتبقى على الشكل الهندسي على حسب الشكل الهندسي للجسم، خلاص. وعرفنا الاسطح المايلة وازاي هي بتحتاج قوة دفع او قوة سحب، وازاي عايزاكوا برضو تشوفوا مسمار زي ده ونخلي ماما تفرجهم لكم وتقول لكم ازاي، واحنا بنلفه بازاي السطح المايل ده بيساعد المسمار على انه يدخل جوه الخشب. كده نكون خلصنا الوحدة، خلصنا الفصل الاول. اتمنى تكونوا فهمتوا الشرح، وان شاء الله هنزل لكم شتات عليه علشان الشطار اللي فهموا يبدأوا يطبقوا الفهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.